احتفلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بتخريج أولى دفعات معسكر سدايا T5 من المختصين في علوم البيانات، والتي شملت 279 خريج وخريجة، حيث أكملوا تدريبا مكثفا ومتقدما استمر لمدة 3 أشهر خلال الفترة من أغسطس 2021. وأتمت الأكاديمية تدريب 962 مختصا في علوم البيانات. للحديث معنا ينضم هاتفيا الرئيس التنفيذي لأكاديمية سدايا المهندس سعد القرني. حياك الله مهندس سعد معنا في نشرة النهار، والحديث عن هذه المعسكرات، معسكرات سدايا T5 علوم البيانات. متى بدأت هذه المعسكرات وما هي أهدافها؟ حياك الله أستاذ إبراهيم. أود قبل ما أبدأ بشيء أني أشكر قناة الإخبارية، الله يعطيكم العافية، أنتم كنتم شركاء معنا من أول يوم انطلقنا، هذا واجب طبعا الانطلاق، واليوم أنتم في معنا في حصاد الإنجاز، هذا واجب انطلقت المعسكرات والأكاديمية أصلا في أغسطس 2021. بحمد الله الفترة وجيزة جدا، استطعنا يعني خلالها أن بحمد الله نخرج عدد كبير، يمكن زي ما ذكرت 962، منهم اللي احتفلنا فيهم قبل أمس ب 279 عالم وعالمة بيانات سعوديين. الهدف عظيم، والأهداف اللي نطمح لها بإذن الله إلى عام 2030 إن الله يحيينا على خير إلى 20,000 مختص في علوم البيانات و 5,000 خبير في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. طيب، يعني مثل هذه المعسكرات التدريبية ما الذي يميزها وما هي البرامج التي تقدمونها من خلالها؟ حقيقة أهم شيء يميز هذه المعسكرات وهذه البرامج هو تركيز على المهارة، على اكتساب المهارة للشباب والشابات اللي يعني مشتركين فيها، عشان كذا يتعين على أي متدرب يدخل في هذه المعسكرات. إنها 5 مشاريع تطبيقية معتمدة على حالات استخدام واقعية من اهتمام واستهداف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في دعم وتعزيز الاقتصاد القائم على البيانات، وهذه رسالة الهيئة، وأيضا تمكين الجيل القادم من شباب وشابات الوطن من أدوات الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعزيز التحول الرقمي بالطبع. اليوم يعني أعداد المتخرجين مهندس، إن سمحت لي بعض العناوين وبعض المشاريع اللي كانت يعملون عليها المتدربين كانت فعلا تلمس مجالات كثيرة واقعية. فيه من عمل مشروع في إدارة الحشود والتباعد آليا، فيه من عمل مشروع في اكتشاف سرطان الجلد، في من عمل مشروع في تحليل المشاعر في المقابلات الشخصية، أو مشروع معرفة المصاب بكورونا من خلال الأشعة وليس التحليل، تفعيل السمات الحيوية في تمكننا رصد المعادلة. هذه كلها تدعم الجهود الرقمية اليوم، يعني كل الجهود الرقمية في يعني في شتى المجالات الحياة الواقعية يعني. وهذا طيب يميز هذه المعسكرات. كل هذه المعسكرات كم عدد اللي تخرجوا منها؟ واليوم هناك إقبال كبير للتسجيل في كل معسكرات سدايا، يعني تغبطون عليه حقيقة. الحقيقة تخرج معنا 962، الاحتفال الأخير كان ب 279 عالم بيانات وعالمة بيانات. قطعا هدفنا بإذن الله متصل ومستمر في يعني قبول الطلاب والطالبات من خريجي التخصصات المستهدفة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. طبعا نحن بالشراكة معكم مهندس سعد يعني نفخر بتغطية كل المشاريع التي تم إنجازها في مثل هذه المعسكرات، هذه تستحق أنها تبرز لأنها من أبناء الوطن. كقناة وطنية نشكركم الله، يعني قناة فعلا كنتم معنا في أول يوم وأنتم تحتفلون معنا اليوم بإنجاز. حقيقة الهدفنا مستمر لبناء قدرة وطنية متمكنة بالمهارة والمعرفة منافسة عالميا وليس محليا، وهذا بيتحقق بإذن الله بمشيئة الله سبحانه، ثم بدعم لا محدود. وعفوا لما أقول لا محدود ترى ليست مبالغة، في دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة لبناء القدرات الوطنية. أكيد، ونحن نشهد دائما على هذه التحولات.